مقابله يمكن في المستوى يعني اللي صراحه حنايا من جهتنا طلعنا ليها. يمكن اول حاجه لغياب يمكن الحضور الجماهيري اللي كيعطي هو واحد الحماس اللاعبين باش يادوا بشكل يعني كبير. تنظن انه اليوم الفرق ديالنا ما ظهرش بالشكل اللي هو كان منتظر، رغم ذلك فاحنا خلقنا تقريبا خاصه في الشوط الاول ثلاثه ديال الفرص كانت حقيقيه ديال التسجيل، مع الاسف لم تترجم لاهداف، وبالتالي دخلنا في واحد الايقاع اللي هو بطيء. خاصه بدينا كنفكروا بواحد الشكل مغاير بعد الطرد ديال بديعوك اللي هو غير مبرر. تنظن انه مقابله خاصنا نسوها بسرعه، واننا نفكروا يعني في المقابله اللي هي جايه باش الفريق يرجع وتكون الفعاليه ديالو خاصه الفعاليه الهجوميه حاضره. النتيجه ديال المقابله كتلعب على بعض الجزئيات، يمكن اتحاد طنجة اخطا في بعض الجزئيات ونهزم في بعض المقابلات. كان ممكن حتى حنا اليوم اننا يعني ناخذوا ثلاثه نقاط، مع الاسف ما كانش الفعاليه الهجوميه حاضره. طبعا انا حضرت اللاعبين على اننا يعني باش ما نطيحوش في الفخ ديال قله الحماس او التهاون، او لا يمكن اعتبار فريق اتحاد طنجة فريق اللي هو عادي جدا، وانا صرحت من قبل وقلت له انه فريق طنجة فريق اللي هو محترم، فريق عنده شخصيه، واللاعبين ديالو اليوم كان شفناهم كانوا متحمسين كيف في جميع المقابلات. طبعا فقط يعني احنا افتقدنا يعني تنظن انه الفعاليه على الاقل يعني من اربعه خمسه الفرص اللي خلقنا اللي كانت واضحه، كان ممكن اننا نسجلوا منهم هدف، لو كان سجلنا هدف كان ممكن يكون يعني الفريق ديالنا بشكل اخر. اضافه الى الطرد ديال بديعوك اللي صراحه جا في التوقيت اللي هو صعب، خلانا اننا لاعبين ناقصين. ما نساوش على انه الارضيه ديال الملعب حتى هي ما كانتش في المستوى، يعني ما كانتش مقطعه، ما كانتش مبلله باش الكره تمشي بسرعه، يعني كانت بعض الاشياء. الجماهير اللي ما كايناش حتى هي كتعطي واحد الحماس للفريقين بجوجهم، ماشي غير 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 الوداد. تظن هذه كانت كلها يمكن اسباب اللي خلات انه المباراه ما كانتش في المستوى. حنايا حاولنا وانا تكلمت عليها، قلت انا كنناقشوا كل مقابله، يعني ما يمكنش انه الواحد يفكر في المقابله ديال الديربي، لانه الديربي الا فزتي بها غتاخذ ثلاثه نقاط، وفزتي على اتحاد طنجه تاخذ ثلاثه نقاط، يعني كلها يعني متساويه بالنسبه لنا حنايا، لانه الحاصله هي في اخر الموسم، شكون اللي غادي يجمع اكبر عدد ديال من النقاط. حنايا حاولنا يمكن الخروج، يعني في بعض الاحيان كان هناك يعني واحد الشروط الذهني ديال مجموعه اللاعبين، كانت بعض الاخطاء اللي هي تقنيه يعني في التمريرات يعني في التموقع، ولكن كيف ما كان الحال فالشوط الاول على الاقل في الشوط الاول رغم على انه انا ما كنتش راضي على الاداء الجماعي ديال اللاعبين، ولكني خلقنا فرص، كانت فرص يعني كانت يعني الراسيه ديال الحسوني، الراسيه اللي ضاعت ديال اونجم، جديته هو يعني الكره ديالته هذيك العرضيه يعني كتلعب يعني في القائم في القائم في البوتو بلوتو في اليسار، يعني كانت فرص، كان عندنا حضور. في بعض الاحيان كان يعني شردوا اللاعبين انهم ما كانوش مركزين بشكل الجيد، وفي كما قلت على انه حتى الطرد ديال بديعوك حتى هو خلى الفريق انه تيلعب يعني ناقص. حاولنا اننا ندبروا المقابله، اننا نوصلوا فريق الخصم، مع الاسف يعني لم نترجم يعني هذيك الفرص اللي كانت قليله، يمكن خمسه سته يعني في المجموعه ديال المقابله كلها لم تترجم، وبالتالي شيء عادي جدا على انه الفريق غادي يمر بهذه المراحل هذه، لانه ما نساوش يعني حتى هذاك الاستثمار والاندفاع يعني الذهني اللي كان في المقابله الاخيره امام الفريق النيجيري ريفرز، حتى هو كان واحد الاندفاع وكان واحد الضغط اللي هو كبير. شيء عادي على انه المقابله اللي بعدها، وخاصه انه يعني كتجي بعد يومين فقط، انه تكون من ناحيه الحماسيه يعني تكون شي شويه اقل، شيء عادي يعني الانسان بالطبيعه ديالته ما يمكنش يمشي في واحد الاسبوع ثلاثه المقابلات كلها يعني بنفس الايقاع. الانسان هو بني ادم وتحتاج لواحد الوقت باش يسترجع، اول حاجه يرتاح ويسترجع يعني هذيك الثروه ديالته نقولوا الذهنيه وحتى البدنيه. انا تكلمت ما بين الشوطين على 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 على, على, على الكره الثانيه اللي ما استغليناهاش يعني بشكل جيد، لانه بعض المرات كان واحد التاخر، كان تاخر على اننا نمشيو بالهجمه يعني السريعه للقدام صحيح. تكلمنا عليها ما بين الشوطين، حاولنا اننا نمشيو، مشى العملو جوج المرات تيمشي تنفرد، مع الاسف انه التمريره ديالته او العرضيه ما كتوصلش يعني للمنطقه ديال الجزاء. انا تنظن ما مسموح ليناش اننا اليوم نضيعوا.
صحيح. شوف اللاعبين كيف ما قلت انه دوك الانفستيسمون اللي تعمل في المقابله ديال ريفرز كان كبير، لانه حنا انهزمنا في المقابله ديال الذهب، وبالتالي فكان علينا واحد الضغط، كان عندنا ضغط كبير. تنظن انه جوج يومين ما كانتش كافيه على اننا نسترجعوا داك الحماس ديالنا، يعني يمكن حتى التاثير ديالنا حنا كطاقم تقني على اللاعبين يمكن ما كانش يمكن في المستوى يمكن الكبير. وبالتالي فكيف ما قلت على انه هذه المقابله نحاولوا ننساوها، وحاولوا عندنا مقابله اللي هي مهمه، حتى هي مقابله ديال 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 البطوله، ولو انها يعني ديربي تيكون حماسي، ولكن حتى هي تساوي 3 نقاط. حتى كان متحمس، الكل كان يريد ان يلعب هذه المقابله. انا تنظن اليوم لو كان الجمهور كان يمكن المقابله تكون في مستوى عالي، لو كان الضغط ديال الجماهير والحضور الجماهيري كان يعني المستوى يكون افضل. ما ننساوش انه في الوقت اللي كان الحجر الصحي شفنا المستوى ديال البطوله تقريبا مش العام يعني بدون حضور جماهيري، والوقت اللي رجع الجمهور شفنا يعني واحد الحماس اللي كان يعني داخل هذا المستطيل الاخضر.